ومن اسطنبول تنضم إلينا مراسلة أورينت نيوز سوزان سلمى. أهلا بك سوزان. إذن اجتماعات ما بين العسكريين الأتراك والأمريكيين، هل من معلومات إضافية حول هذه الاجتماعات وما قد يخرج عنها؟ نعم أحلام، هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة العمل المشترك الأمريكية التركية لبحث موضوع المنطقة أو إنشاء المنطقة الآمنة، الذي يجري خلال أسبوعين منذ تأسيس هذه اللجنة العام الماضي. حامي أقصوي المتحدث باسم الخارجية التركية قال أيضا بأن المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري سيجري زيارة إلى أنقرة لبحث المنطقة الآمنة بعد إعلان أنقرة فشل التوصل إلى تفاهم أمريكي تركي حول إنشاء هذه المنطقة في زيارته الماضية في 23 من الشهر الماضي. وكانت أبرز الخلافات التي ستبحثها هذه اللجنة في اجتماعها الراهن كانت حول عمق المنطقة الآمنة وأبعادها وأيضا من سيسيطر عليها. من المعلوم أن تركيا تريد أن يكون عمق هذه المنطقة من 30 إلى 40 كيلو مترا داخل الأراضي السورية وأن تكون تحت سيطرتها بشكل كامل، وهو ما تسعى إلى التفاهم بخصوصه مع الجانب الأمريكي الذي يسعى لإرضاء أيضا الوحدات الكردية أو ميليشيا قسد التي تقول بأنها تريد أن تكون هذه المنطقة بعمق 5 كيلومترا فقط. هناك وكالة رادو الكردية ذكرت بأن هناك رؤية جديدة سيتم طرحها على أنقرة بخصوص المنطقة الآمنة، وهو أن تكون هذه المنطقة تحت إدارة مشتركة أمريكية تركية. هذا ما ستبحثه، هذا أبرز النقاط التي سيتم بحثها خلال هذه الاجتماعات في ظل إصرار تركيا على إنشاء هذه المنطقة. التصريحات التركية في خلال الأسابيع الماضية رفعت من حدة نبرتها وصعدت وقالت بأنها يعني عازمة على القيام بمعركة شرق الفرات إذا لم يتم التوصل بخصوص المنطقة الآمنة. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بأننا لسنا بحاجة لإذن إذا قررنا يعني القيام بعملية شرق الفرات. لذا هذه اللقاءات يعني ستشهد مباحثات مكثفة وجادة بخصوص إنشاء هذه المنطقة. نعم سوزان، يعني هناك تخوف من قبل بيدي، تخوف حقيقي يعني من شن عملية عسكرية على شرق الفرات، وأيضا مخاوف تتعلق بالمنطقة الآمنة وأبعاد هذه المنطقة كما ذكرتي التي سيتم الاتفاق عليها. هل من موقف تركي حول هذه المخاوف؟ نعم أحلام، يعني الوحدات الكردية بشكل عام تتخوف من هذه المرة، علما أن تركيا يعني منذ عام وهي تلوح بشن هذه العملية. لكن التصريحات يعني أعضاء ميليشيا قسد يقولون بأن هذه المرة تركيا جادة في يعني القيام بهذه العملية إذا لم تتوصل إلى منطقة آمنة، لأن ذلك أيضا يتزامن مع حشودات عسكرية تركية على الحدود مع سوريا، كان آخرها قبل يومين حيث أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية إلى قضاء سوروج إلى ولاية شالي أورفا. لذا تدرك الوحدات الكردية بأن تركيا هذه المرة عازمة أكثر من أي وقت مضى، إما لإنشاء هذه المنطقة بشروطها أو شن عملية عسكرية قد يعني تنهي وجود الوحدات الكردية على الحدود مع تركيا. سوزان سلمى، شكرا جزيلا لك، مراسلة أورينت نيوز، كنت معنا من اسطنبول.